قد علمنا التوحيد وعلمنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا نلقاك يا أبا الكريم. علمنا التوحيد، علمنا محبة رسول الله، علمنا الصلاة. اللهم ارحمه، اللهم أنس وحشته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ادعو له يا شباب، ادعو له، ادعو له فضل علينا يا رب، إن هذا الشيخ له فضل علينا. اللهم اجره عنا، اللهم اجزي عنا خير الجزاء. اللهم احسن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اجمع روح بروح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يا اكرم الاكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا اجره.